بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا في الدين. وبعد، أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نبتدئ من الأسئلة التي ترد من الفيسبوك ثم ننتقل لاتصالاتكم. السؤال عم يقول: أختي مريضة لا تعرف شيء ولا تفهم شيء من وقت ولدتها أمي، هي هيك معها تأخر نمو، أهلي متوفين من أكثر من 20 سنة وأغلب وقتها أنا بدير بالي عليها، ما حدا بيسأل عليها أبدا، لا من طعام ولا لباس ولا أي شيء، أنا بحممها وبطعميها حتى في النجاسة والطهارة لا تعرف، هي أول مرة بيجيها مال زكاة، هل يجوز أن أصرف هذا المال على بعض الطعام للبيت وهي تأكل منه؟ لا، ما بيجوز. الشيء اللي بيجي إلها مال زكاة يبقى خاص لها، يجوز أن نأكل معها هذا الطعام وله مخصص، وله هو مخصص، يعني هي مخصص لها فقط، وبباقي المال سوف أشتري لها الملابس وغير ذلك. لا يجوز لك أن تتصرفي بهذا المال، بمعنى أن تأكلي منه أو أن تشربي منه، هو يخصص لها فقط. أصلي بأهلي بيتي جماعة بالبيت، سؤال من بعد فضلكم: بعد تلاوة الفاتحة جهرا أتوقف قليلا قبل تلاوة القرآن، المأمومين خلفي يقرؤون الفاتحة، السؤال ماذا أقرأ أنا؟ هلا هي طريقة الشافعية، الشافعية الإمام بيقرأ والمأموم بيقرأ، لما بيقرأ الإمام بينصت المأموم، بعد ما يقرأ الإمام الفاتحة بينصت قليلا يقرأ المأموم الفاتحة. طيب الإمام ماذا يفعل؟ إما أن يقرأ شيء من القرآن من السورة التي يريد أن يقرأها بعد الفاتحة، يقرأها سرا يعني بصوت منخفض، لما بينتهي من الفاتحة بيرفع صوته، أو أنه بيسكت، يعني هي سكتة لا يقرأ فيها شيء، يعني عنده أحد الحالتين. هل يجوز تلاوة القرآن بصلاة الفرض من المصحف أمامي؟ هلا عند الشافعية من الفرض والنفل بجوز من المصحف، ما في أي إشكال. أنا بشتغل طول النهار بالبيت وشغل كتير بالبيت، يعني كتير بتعب، بروح بجيب خضرة للبيت، ومعي التهاب مفاصل. سؤالي إنه وقت بدي صلي بصلي على القاعد لأنه بكون كتير تعبانة، بجوز صلي هيك؟ هلا الفرض صلي بالركوع والسجود، صلي واقفا الفرض، والسنة صليها على القاعد. هلا النفل يجوز أن يصلي الإنسان قائما وقاعدا بعذر وبغير عذر، إذا صلى قاعدا من عذر بيأخذ أجر كامل، إذا صلى يعني واحد عم يصلي التراويح وتعب وفي كمل على الواقف قعد على الكرسي صلى بجوز، لكن له نصف أجر القائم. أما إذا هو صلى على الكرسي عن تعب لأنه ما له قادر يوقف بيأخذ أجر كامل. أما الفرض أنت صلي يعني بالركوع والسجود. هل تصوير مائدة الطعام ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي حلال ولا حرام؟ أنا بعتبرها هي أسوأ عادة موجودة عند الناس، لأنه كل ذي نعمة محسود، وخاصة أنه نحن بوقت الناس فيها لا تجد فيه الطعام والشراب. اتصور أنه أنت هلأ برمضان عامل مائدة وحاطت أصناف الطعام والشراب وكذا، وناس ما عندهم إلا ما يقتاتون به شيء من الطعام قليل، وهن صايمين وعم يشوفوك على الفيس وانت حاطط هيك، شو بيقولوا؟ يعني بدل ما يقولوا صحة بيقولوا كلمة تانية. فلا، لحنا منحترم شعور الآخرين، منحس بإحساس الآخرين. أو واحد هيك بيتصور بيكتب هو اليوم عيد ميلاد زوجته، كتب له لزوجته على المدري إيش، وهي بتكتب له لك: يا أخي مشاعر الحب خلوها بيناتكم على الواتس، إلا يا مباشرة بتنسر أكتر. يعني شو بتكون العالم هيك تعلم بأخباركم وقصصكم وسياركم، اللي بده يحسد واللي بده يحكي واللي، يعني أنا لا أحب هذه الأشياء أن تكون على الفيسبوك، هذه الأشياء هي أشياء تكون خاصة ولا تصور ولا تنشر. أنا موظف لدي 4 أطفال، هل يجوز دفع فترة الصيام من موائد المعونات التي نحصل عليها من الجمعيات الخيرية؟ إن كان الجواب نعم فهل يجوز لي أطالي أخي؟ يعني أنت عم تقول ما عندك وموظف وآخذ معونة من جمعية خيرية، على المذهب الحنفي لا يجب عليك أن تدفع زكاة الفطر.
أنا حامل بالشهر الثاني وما أقدر أصوم هذا الشهر، وأنا علي من قبل رمضان دين 3 أيام. سألت شيخ قال أنه أفطري وبصومهم بعد رمضان مع دفع كفارة عن كل يوم والثلاث أيام اللي من قبل، هل يجب علي دفع الكفارة أو فقط صيام الأيام؟ هلا الشيخ اللي قال لك ادفعي كفارة صحيح، هو عم يفتيكي على المذهب الشافعي، أنا بقول لك اقضيهم بدون كفارة، وهو المذهب الحنفي، يعني هما مذهبان، واحد بيقول قضاء مع الكفارة، واحد بيقول قضاء بدون كفارة. أنا أفتي أنه قضاء بدون كفارة على المذهب الحنفي. أنا رجل بدي أعطي لأختي زكاة الفطر، ولكن بسبب أوضاع الحجر ما فيني زورها، هلأ ممكن أعطيها الزكاة بالعيد أو بعد العيد؟ لا ما فيك، بعدين الحجر ما بيمنعك من زيارة أختك، يعني لحنا هلأ في عنا حجر عايشين فيه بأوقات محددة، من بعد الساعة 6 للساعة 7:30 يعني الناس بتروح وبتجي، فالعذر يعني غير وارد. ما أدري أنه الحجر اللي بيمنعك من أنه تذهب إلى أختك، فلا بتروح وبتعطيها ياهن، لأنه إذا تأخروا عن صلاة العيد ما عاد اسمهم صدقة فطر، بصيروا صدقة من الصدقات. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو، السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك، نعاد عليكم الخير والصحة يا رب جميع إن شاء الله. سؤالي، هل تجوز صلاة الفرض بصور مختلفة من القرآن؟ مثلا نكون عم نقرأ سورة الإخلاص بالركعة الأولى ونرجع عم نقرأ ألم نشرح بالركعة الثانية، جائزة ما فيها أي إشكال، لكن خلاف الأولى، يعني حتى كراها ما فيها، خلاف الأولى. الصلاة يعني ضابطة هيك 100% إن شاء الله. ناخذ اتصال. ألو، مرحبا دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. بدي أسأل عن سبب نزول آية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. شوف لك ياها إن شاء الله، تبشر. أيها السادة لا تفضل، عم أقول بالنسبة للآية الكريمة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، منشوفها يعني بشوف سبب النزول، أنا يعني بذهني لكن الآن مالي متذكرها تمام، وبالقرآن لا يجوز للإنسان أن يتحدث يعني بعقله أو كذا، فبتأكد من المعلومة تمام وبجاوبك إن شاء الله. باخذ اتصال. ألو، ألو ألو، أهلا وسهلا، تفضلي. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي بدي أسألك سؤال، بتمنى عليك تجاوبني بعد ما أفكر. على راسي، تفضلي.
يا ريت تنوصي التلفزيون بس. أبي مريض سكري، زلمة كبير بالعمر، شايلي له صفر أجره. الله يعافيك. وعنده أيتام. طيب. وعنده أيتام. نعم. إيه بحق له يدفع فطرة يطلعها. وما عنده فلوس. لا لا ما عم يشتغل قاعد. العالم عم تتحنن علينا. هذا المذهب الحنفي بيقول إنه ما بيدفع صدقة الفطر. باخذ اتصال. ألو. ألو يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. إن شاء الله رمضان كريم يا رب عليك وعلى الجميع. عليكم إن شاء الله جميعا، أهلا وسهلا، تفضلي. دخيل عينك، بدي أسألك سؤال. أنا رمضان من رمضانات الماضية كنت حامي، يعني قبل ما يجي أول يوم رمضان كنت عرفت حالي إنه يعني حامل، ورحت على الدكتور بدي روح يعني عند الدكتورة. قامت قالت لي الدكتورة إنه في دقات قلب، يعني عمره الجنين 40 يوم. نعم. بس أنا لعندي ظروف كانوا، يعني كنا إنه ما بريد إنه هذا الحمل يتم، فالدكتورة هي قالت لي على راحتك يعني ونزلت الجنين. هلا أنت ارتكبتي خطيئة كبيرة وبدك تستغفري الله وتتوبي، والله يهدينا ويهديك يا طيب. نعم. بس أنا يعني كأنه في شيء بيقولوا إنه بهذا الخصوص يذبح الواحد خروف أو شيء، ولا مو صحيح؟ لا بيقولوا هون إذا في جنين واحد نزله وفي روح في غرة، هي يعني نصف عشر الدية، نصف عشر الدية بنسميها غرة نحن من الله، هي بتنعطى يعني بتتوزع. ناخذ اتصال. الو. الو. الو اهلا وسهلا. يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيك، اهلا وسهلا ومرحبا استاذي الكريم. نحن في شخص اجى لعنا. نعم. وقال انه في بيت موجود ب 3 ملايين هو لشخص، بس أنا بدي عليه مثلاً 500,000. قلنا له إيه مو مشكلة، رحنا أخذنا البيت. لحنا بعد ما أخذناه يعني من الجماعة، هو أخذ سمسرة 500,000 وهي المخلوقة موافقة بكل شيء يعني. تمام. بعد منا يعني طلع البيت مثلاً حقه 10 مليون، هذا بيكون حرام؟ لا الصورة مو واضحة، يعني هو اللي بده يبيع هو عارضه بثلاث ملايين؟ ايه هو عارضه كان بثلاث ملايين، وانت اشتريته مثلا بثلاث ملايين مثل ما هو عارضه. نعم. لا ما في حرمة الان بالموضوع، ما في حرمة، لانه هو بعدين يعني عرف انه هذا البيت طلع بيسوى مثلا 10 مليون او مشكلته ما هو اللي عرضه بهالسعر، يعني هلا ما في غرر، الغرر انه انت تلبس عليه تقول له هذا بيسوى 3 هو بيسوى 10، اما هو الان هو عم يبيعه وبعد ما باعه اكتشف انه هو سعره اغلى من هيك، هو اللي اخطا البيع صحيح، واللي اخذ الكوميسيون اخذه بموافقه الطرفين، يعني جائز ما في اي اشكال. ناخذ اتصال. الو. الو. الو مرحبا. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم عليك وعلينا يا رب جميعا إن شاء الله. شيخي أنا بدي أسألك سؤال بس مطول شوي معلش. أي تفضل. شيخنا أنا اشتغلت على سيارة تاكسي. طيب. واشتغلت مع الزلمة، السيارة كانت عم تهرب بنزين من الأساس، وأنا كتبت بيني وبينه عقد. نعم. السيارة كربج محركة وقفت، فلما اشتغلت يعني لما وقفت السيارة أنا حكيت مع الزلمة قلت له القصة 1 2 3 السيارة وقفت، فقال لي بدي أخذها على مصلح. لما أخذها على مصلح السيارة هو ماله مالكة كمان، ضمنانه هو ضمان. تمام. نعم. فبعد فترة قال لي بدي 150,000، أنا قدرت أدبر له 75,000. أنا كنت عسكري وتسرحت ومستأجر بيت ب 60,000 وعندي طفل صغير وعندي أب عاجز،
فأنا بدي أسألك هالسؤال بس، إنه أنا يعني هلأ هو طالب مني 300,000 لأنه أنا كاتب سند أمانة. امبارح إجا لعند والدي عم يقول له إنه أنا بدي منه 300,000 ليرة، وإذا ما بيعطيني إياهم يوم الاثنين بدي أحبسه. أنا بدي إياك يعني بس تقول لي شو أعمل، شو ساوي؟ يعني أنا قسما بالله يمكن أجال البيت هلأ ما معي، لأنه الشغل واقف، يعني تاكسي ماني عم لاقي وشغل ماني عم لاقي ولا عندي وارد. ضليت 8 سنين ونص عسكري وتسرحت وما ضل لي شغل يعني، ومتصاوب بصدري. الله يعافيك. هلا انت بالعقد اللي كتبته بينك وبينه في انه اذا عطلت السياره عليك انت بدك تصلحها؟ ايه بس هلا العقد اللي كتبته بيني وبينه انا انه هلا في كام عطل وفي تهريب زيت. لا بس لحظه شوي، يعني العقد المكتوب بنص على انه اذا حدث عطل بالسياره انت اللي بدك تصلحه؟ ايه مكتوب اي عطل بالسيارة ايه انا بصلحه، بس انا قلت له من الاساس، بس ما له مكتوب بالعقد، قلت له من الاساس بيني وبينه انه انا يعني اذا خرب بس المحرك انا ما بصلحه، ما تبقى كل شيء بالسيارة بصلحه، وانا كثير دفعت على السيارة. تمام. هلا هاي القصة يعني واحد بتشوفوا اهل العرف بالمصلحة، اهل العرف بالمصلحة هي تبع التكاسي وتأجير التكاسي شو بيقولوا؟ بيقولوا انه هذا العطل مثلا بيتوجب عليك بموجب العقد. هلا بصيغه العقد اللغه القانونيه بتقول انه انت بدك تدفع، لانه انت كاتب اي عطل بالسياره، فشرعا وقانونا انت بدك تدفع، الا اذا كان يعني بيعرف اهل المصلحه انه العطل اللي بينجم من بعد استلامك، اما هي فيها عطل قديم مثلا انت ما لك مسؤول عنه، هي بدها اهل عرف بالمصلحه هن شو بيقولوا، حكم بيناتكم أهل عرف بالمصلحة وشو بيحكموا بيكون هذا هو حتى الشرع. أما هو هلأ من حيث اللغة القانونية الشرعية صيغة العقد اللي كتبتها تلزم بها لأنه كتبت أي عطل، فهل كلمة أي عطل بيلزم منها حتى الأعطال القديمة ولا لا؟ بدأ أهل عرف بالمصلحة هن يحكموا فيها. ناخذ اتصال. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. بدي أسألك بعد إذنك مشان قال النفخ على الطعام، إذا كان سخن الأكل ونفخته طعمت الولد، قال محرمة هاي؟ لا يعني بيجوز ولا لا؟ والله العظيم ما عرفنا. لا جائز ما فيه شيء، لكن يكره، مو يحرم، يكره. ليش؟ لأنه نفس الإنسان بيكون أحيانا مقرب مرشح بينفخ على طعام، ممكن انه تنتقل العدوى للطعام، فهو بالنسبة انه هو كراهة وليس حرمة، مو حرام، يكره ذلك. والوجه الصحي يعني ظاهر منها انه وجه الكراهة. ليش؟ ناخذ اتصال. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا ومرحبا. كيفك شيخي؟ يا ميت اهلا وسهلا، تفضلي. هلا بس سكر بدي اياك تجاوبني على سؤالي. على راسي. هلا انا مرت جوزي شهيد وعندي طفل وما حدا بيصرف عليه، لا عمومه ولا حدا، العالم تتحنن عليه، بجوز ادفع انا فطره؟ لا ما يجب عليك الفطره على مذهب الامام ابي حنيفه. ناخذ اتصال. الو في سؤال ثاني. تفضلي تفضلي. الو تفضلي. في اختي كمان جوزها مو هون، تاركه ومو هون، عندها 3 اولاد. نعم. ايه هلا بدي سكر وتجاوبني على الاول والثاني. على راسي. الثاني شو هو؟ انه زوجها راح وتركها. مو هون وبجوز تدفع فتره. تمام. هلا انتم التنتين بهالصوره اللي ذكرتيها، يعني انتم ما عندكم معيل وانتم فقراء وما عندكم مال، يجب عليكم انه تدفعوا زكاه الفطر؟ لا، لا يجب عليكم ان تدفعوا زكاه الفطر على مذهب الامام ابي حنيفه. ناخذ اتصال. الو الو اهلا وسهلا، تفضلي. اهلا وسهلا، تفضلي. يعطيك العافيه شيخ. الله يعافيك. بدي اسالك بس كم سؤال هنا بيتعلقوا بموضوع الزكاه، زكاه المال. تفضلي. هلا زوجي مدين شخص مبلغ من المال، تمام. نعم. هلا هذا المبلغ صار له حوالي 3 سنين ما يعني ما رد من هذا الشخص، تمام. نعم.
وبباقي السنوات اللي كان هو موجود مع هذا الشخص كان عم يزكي عن هذا المال، كل ما بيمرق عليه الحول عم يزكي عليه، هو النصاب موجود واقع. بس الفكرة انه هالمال ما عم يرد، يعني ما عم يطالب 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 فيه، ما عم يرد. هلا هو في يعني هو في عنده امل كبير انه يرجع المال زوجي، بس في حال يا سمح الله، لانه نفرض هو ما في يعني ما نون كاتبين بيناتهم اي شيء، تمام، ما في ورقه بيناتهم ولا في شيء يثبت انه هذا الزلمه له مصاري مع هذا الشخص، فهو هاي السنه قرر انه ما يزكي لحتى انه يرجع هذا المال. هذا الشيء صحيح؟ لا مو صحيح. لازم يزكي عن هذا المال، لازم يستنى ليرجع له بيزكي عليه؟ لا لازم يزكي عن هذا المال، إذا زكى هلأ أو لحتى يجي بيصير دين، يعني مثلا مرق سنتين وما زكى بده يدفع عن سنتين، فيخلص منه إن هو كل سنة بسنتار يحلو أخف عليه، يعني يعني واجب الزكاة عليهم طبعا. طيب هلأ أنا في والدتي طلع لها ورثة، طيب تمام، هاي الورثة هي عبارة عن بيت قسم من بيت، هذا البيت عم يستنوا كانوا لينباع، صار له مثلا سنتين هلا مثلا انباع، نعم، هي هدول السنتين اللي مرقوا كمان بتزكي عن المال؟ لا ما بتزكي، لانه هي حصلت على البيت بطريق الارث وما في نيه تجاره، بدها تبيعه، يعني هي ورثته بدها تبيعه، هون ما في تجاره، نيه التجاره غير موجوده، فبس ينباع البيت بعد منه بصير معها مال، هذا المال صار نصاب ليحول عليه الحول، يعني السنتين اللي مرقوا على البيت ما بتدفع عليهم. ناخذ اتصال. الو الو الو، يعطيك العافيه. الله يعافيك، يا اهلا وسهلا. الله يعافيك، يا اهلا وسهلا. رمضان كريم علينا وعليكم على الجميع. شيخ شيخ انا مرضعه ابن اختي، بس ما في رضعات مشبعات. كم رضعة يعني؟ أي يعني عدة رضعات. عدة رضعات. يعني كم قديش عددهم؟ تقريبا 4-5، بس ما في مشبعات، يعني إنه بيصير هو بنتي وحتى أختي كمان هيك بيصيروا إخوات. هلأ على المذهب الحنفي صاروا أخوات، المذهب الحنفي بيصيروا أخوات، لأنه ما بيشترط المصة واحدة، بيقول إنه بيصير في رضاع، فهو رضع منك معناتها صار ابنك بالرضاع وصار أولادك أخواته بالرضاع. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. الله الله ربي الله
أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. شيخ، بدي أسألك هلأ، أنا أخي عسكري وبدي أعطيه الفترة تبع رمضان، بس هو ما رح ينزل إجازة هلأ لبعد العيد. هلأ هو كتير إنه وضعه سيء وهيك، إنه فيني مثلا اشتري له تياب فيه وخبي له إياهن لينزل بعد العيد، لأنه ما عنده هو تياب يعني. يعني إنه زكاة مال، مو زكاة مال. لا، فترة رمضان. لا، فترة رمضان بدك تعطيها برمضان، وأعطيها غذائيات إذا حبيتي أو مال. هلا المشكلة إني أنا ما فيني أشوفه، هلا ما فيني أشوفه لبعد العيد لينزل إجازة. هو متزوج؟ لا، ما أنا متزوج، هو عسكري. هو عسكري بس إنه وضعه سيء كثير يعني. هلا هو يوكل أمك إنه تقبضه منك له، يعني أنت بتعطي أمك بالوكالة عن أخوك. إيه. يعني هو بيتصل بأمه بيقول لها وكلتك تقبضي لي إياه. ايه، بتشتري له فيهم اغراض ولا بتترك له اياهم مصاري؟ هلا متى ما قبضت له اياهم بتتصرف فيهم مثل ما هو بده. يعني بيجوز هيك ان شاء الله. ناخذ اتصال. الو. الله يعافيك. شلونك يا اخنا؟ اهلا وسهلا ومرحبا. بس مشان لحجان. ايه تفضل. لحجان رمضان بتفطر؟ لا، مكروهه بس. مكروهة لأنه بتضعف الجسم، معناتها ما. أما ما بتفطر، مثل التبرع بالدم ما بيفطر، لكن مكروه لأنه بيضعف الجسم بيتعب. ناخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلينا يا أستاذ نسألك كم ثلاث أسئلة بالله من بعد إذنك. تفضل حبيبي. الله يكرمك. في جارتنا مطلقة وعندها ولد، وابنها الابن مع الاب. اذا نحن نعطيها زكاة، اذا نبعث للولد ابنها للمرأة زكاة المال او زكاة للصيام، بصير نعطيهم للام، لامه هي تشتري له فيهم اغراض وكذا؟ ايه طبعا، لانه الام هي الوصية على الولد، فتعطيهم للام. هو الولد انه مع الاب. هلا هي الام مو فقيرة؟ بلا فقيره. خلاص عطيه اياهم لها. نعطيهم مشان نحن نبعثهم لابنه. الا هي ملكيهم انت وفقيهم على ابنك، بيمشي الحال. تمام. طب السؤال الثاني شيخنا لو سمحت. تفضل. هلا اذا واحد معه مبلغ حال عليه الحول وما دخل النصاب، يعني اقل من النصاب. تمام. واجا مبلغ ثاني، اذا جمع المبلغين بيدخلوا النصاب. امتى صار المال نصاب؟ يعني امتى اجى المبلغ الثاني وصار المال نصاب؟ المبلغ الثاني على فرض اجى لسه ما حال عليه الحول، يعني جديد اجى. من يوم صاروا نصاب ببلش الحول من هذا اليوم. يعني مثلا انت معك مليونين ما بيطلع عليهم زكاة لانه هدول دون النصاب. اجاك مليون ونص اليوم. اليوم مليون ونص وفي معك مليونين صاروا 3.5، من اليوم تستنى حول ثاني. السؤال الثالث من بعد إذنك. تفضل. إذا واحد عم بيقرأ القرآن وعم بيخربط القراية بيأثر شيء؟ هلا أول شيء لازم يتعلم، يعني القرآن نتعبد الله بتلاوته، يعني اللي بتقرأه عبادة ومطلوب منا أن نقرأه قراءة صحيحة مبدئيا. بينما تتعلم بينما تلاقي مين يقرأك القرآن، في برنامج على الجوال، يعني إذا في كلمة ما عرفت تقراها تكتبها على البحث بتطلع الآية، في تحت عدة قراء بتختار قارئ أنت، بتكبس البداية فبتطلع قراءة الشيخ لهالآية هي اللي أنت مثلا ما عرفت تقرأها أو للكلمة اللي ما عرفت تقرأها، فبتسمعها شلون انقرأت بترجع بتعيدها صح. يعني هاي بس تمشايد حال مثل ما بيسموه حتى تقرأه على يد إنسان متخصص، لأنه هذا متعبد بتلاوته، ينبغي أن يقرأ بطريقة صحيحة. بما تقرأه وعم تقرأ وتتلعثم وتتعلم بها الطريقة، كمان لك أجر وثواب مضاعف لأنك حريص على قراءة كتاب الله. ناخذ اتصال. ألو.
ألو مرحبا شيخي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. رمضان كريم يا رب. علينا وعليكم على الجميع. أسألك هلا أكثر من سؤال. الله تفضلي. هلا أول شغلة مشان أنا عندي زوايد أنفية وهيك ما بعرف إذا هو منه ويصير في بلغم بالحلق. هلا إذا ما طلع عتم يعني بس من الحلق وانبلع، لأنه إذا بدي ضل كل شوي قوم هذا أنا وصايمة يعني صعبة كتير بتصير. فهذا الشيء بيفطر. وإمي كمان البلغم، البلغم على المذهب الحنفي ما بيفطر. السؤال الثاني. إيه أمي بتنزف نيرتها دائما يعني، فمشان ما تضل يعني كتير، فإذا انبلع من هذا كمان بيفطر؟ إذا انبلع الدم من اللثة تبعها بتفطر. إيه بتفطر، لازم ما تبلعه. طيب بس سؤال، هلا أنا مع كان عندي ذهب وبعته تمام، ويعني تقريبا وأنا كنت عم بشتغل عم جمع فوقهم، يعني هو بهي السنة ما صار يعني ما كانوا كلهم كاملين النصاب، يعني أنا إذا عم كترهم فأنا بدي أحسب من أول ما بعت الذهب وعم كترهم، ولا من وقت ما صاروا بحسب السنة؟ أول ما صاروا نصاب يعني إمتى صاروا نصاب؟ يعني إمتى صاروا بحدود 3.5 ملايين؟ ايه صاروا من 3 شهور. بس انا بقصد انه انا هون وجوزي برا يعني، وهو مديون وانا يعني ما في عندي لا بيت ولا شيء تمام، يعني هو اذا عم نجمعه من مشان هيك، ولا هي ما دخلها بيه؟ لا ما دخلها يعني. هلا انت لتزكي عنهم ليمر عليهم حول 3.5 ملايين مثلا، افرضي صاروا ان شاء الله على الحول الجاي 6 ملايين، عن كل مليون 25,000، يعني مو هالمبلغ الكبير اللي بتعبكم. بعدين هاد بينمي المال، يعني شوفوا قصة الزكاة، قصة الصدقة إلى فلسفة عند الله سبحانه وتعالى مختلفة عن فلسفة البشر. هلأ الواحد بيظن أنه إذا عطى من مال الزكاة أو عطى صدقة بيقل ماله. هذا المفهوم صححه النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما نقص مال من صدقة. الصدقة ما بتنقص المال. ربنا شو قال؟ قال من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يعني اللي بيعطي مال للصدقة للزكاة للفقراء هذا قرض بده يرجع له، والقرض مع مين؟ مع الله، يعني مضمون مليون بالمليون وبده يرجع، لكن ما حيرجع مثل ما هو، حيرجع أضعاف مضاعفة. يعني أهل الله كان عندهم قاعدة إنه بس واحد تقل عليه ضيق أموره يتصدق، لأنه خلص الله وعده ما بيتخلف، هذا قرض وبده يرجع وبده يرجع أضعف. فلا تخافوا من الصدقة ولا من الزكاة، مثل ما قال أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. المعادلة مضمونة مربحة، وكله بيخسر إلا مع الله بيربح. ناخذ اتصال. ألو السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا ما مبصوم بس الطعمي فقراء وعجز، بيجوز؟ انت ما بتصومي بتطعمي فقراء وعجز يعني بتطعميهم كفارة صيام مو هيك؟ ايوه شيخنا. اي بجوز. شيخ سؤال تاني، انا من فترة تعرضت لعمل جراحي، وانا وتحت العملية قلت يا ربي بس حززني بالسلامة، ما بقطع ولا فرض صلاة، شو كفارته هذا شيخ؟ يعني ما بدك تصلي؟ شيخ كل ما بدي اجي واقف على سجادة الصلاة ما بعرف شي بيردني لورا. لا بدك تصلي، هذا بالعكس، يعني انت حتعملي مثل ما قال ضليت اصلي حتى حصل لي، فلما حصل لي بطلت اصلي. لا احنا لئن شكرتم لأزيدنكم. الصلاة صلة بين العبد والرب ما بتنترك، ما في شيء انا شفته بميزان الاسلام حث عليه الاسلام وحذر من تركه كالصلاة. ما لقيت ولا حالة انه الواحد ما بيصير يصلي. هلأ بالصوم لقيت حالات، واحد مريض ما بيصوم بيدفع كفارة، ممكن ما يصوم، يعني في إلها بديل، بس انا الصلاة بالاسلام ما لقيت إلا بديل. واحد صحيح بيصلي، ماله صحيح مريض بيصلي هو مريض، ماله قادر يوقف بيعقد، ماله قادر يقعد بيصلي على جنب، واحد خايف في صلاة خوف إلى طريقة، يعني ما في حل. ما رأيت شيئا يبيح ترك الصلاة، وهذا أكثر شيء الناس مفرطين فيه. يعني هالحبل بيننا وبين الله بدنا نقطعه، لذلك الله بيقطعنا عن رحمته. اللي ما له ورد ما له وارد،
يعني اللي بيصلي بنوصل الخط، مثل إذا آلة كبيرة وضخمة وغالية وممتازة بس الفيش مو محطوط بالكهرباء ما بتشعل، بس تحطي الفيش بتشعل. والبني آدم هيك بس يصلي بنوصل بالله وبتتيسر أموره كلها. بناخد اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الجميع. بالله بدي أسألك سؤالين يعني، يا ريت تجاوبني بعد ما تكبر السماعة. طيب، السؤال الأول إنه الواحد بعد ما بيتوفى بصير يتبرع بالصانة لكلية الطب، وشو أجره وثوابه؟ هلا أنا بالنسبة لي تبرع الأعضاء بعد الموت يعني أنا ممن يميل إلى عدم جوازه، أنا لا أجيز ذلك، لأنه هاي القصة بصير فيها لعب وبصير فيها بيع وبصير فيها تمثيل بالجثث وبصير فيها بعدين يعني قصة ما بتنضبط، فأنا من الذين يميلون إلى عدم الجواز. ناخذ اتصال. ألو، لا تفضلي. أنا سؤال ثاني. تفضلي. السؤال الثاني إنه في اكتباس أحيانا بصير إنه الأصل بيعطي فرع والفرع ما بيعطي أصل، بس في أحيانا الأم تسألك إنه فيني أعطي بنتي، بتقول إيه بجوز، فممكن تشرح لنا إياها؟ إيه هلا الأصل اللي هو الأب ما بيعطي الفرع، والفرع اللي هو الولد ما بيعطي الأصل تبعه اللي هو أمه وأبوه. بالنسبة للأم، الأم عند الحنفية كمان ما بتعطي بنتها، بس الشافعية أجازوا لأنه لا يجب عليها الإنفاق بوجود الأب. إذن الأم بتعطي الولد، عند الحنفي ما بتعطي، لكن عند الشافعي بتعطي. ليش؟ لأنه لا يجب عليها الإنفاق بوجود الأب. ناخد اتصال. ألو، ألو، مرحبا شيخ، يعطيك أهلا وسهلا، الله يعافيك. الله يوفقك. بس أنا سألت سؤال بس ما كفيت، كنت بدي يعني تكفي لي إنه كمالت سؤالي. هلأ أنا وقت أجهد صار في إجهاد وكان شهر رمضان يعني، فأنا افطرت في إجباري يعني، يعتبر كأنه صار معي نفاس يعني، فهون شو أعمل يعني، إنه أقضيهم ولا شو يعتبروا مثل الدورة الشهرية يعتبروا؟ إيه طبعا بدك تقضيهم، سواء لا نفاس ما يعتبروا دورة شهرية، يعتبروا نفاس، فبدك تقضيهم بعد رمضان. يعني بعد رمضان. طيب وسؤال ثاني، لو بتصير الام تعطي بناتها هي ما بتصوم يعني لاسباب مرضيه، يعني كفاره صيام، كفاره صيام لو هن مو بحاجه؟ لا مو بحاجه ما بصير، العطاء بده يكون للفقير، فبتعطيهم اذا فقراء، مو فقراء بتعطي الفقير. يعني انا بريد اللي من اللي بيدفعوا الزكاه يعني كأنه أكثر الناس بشوفهم بدهم إنه الأب يعطي ابنه والأم تعطي بنتها، يعني بالنتيجة شو طلعنا؟ يعني الفقير ما وصله شيء، يعني صار من أمنا من هالجيبة حطينا بهالجيبة. لا هلا هذا ابنك مفروض عليك، يعني بمعنى إنه أنا ابني والله جوعان بقيم ممونة بيتي ببعت له، ابني ما معه مصاري بطالع من جيبتي بعطيه، هذا يعني فرض. أما الزكوات والصدقات خلينا هيك نجود عليها على من لا يجدون المعيل، من لا يجدون المعطي. الأم بصير تعطي، لكن تعطي للفقير، إذا الولد فقير بياخذ، مو فقير ما بجوز. ناخذ اتصال. ألو، 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 أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية شيخنا. الله يعافيك، يا أهلا وسهلا. شيخ بدي أسألك بس سؤال، معلش تجاوبني هون بسرعة لأن الشاشة عم تروح من عندي وترجع. حاضر، تفضلي. يعطيك العافية. شيخي هلأ أنا اليوم فطرت لأنه كثير يعني جعوني سناني، فهذا اليوم بعد رمضان فيني اوفي ولا بدي ادفع له كفاره؟ لا بتقضيه بس. بس قضاء. نعم. سؤال الثاني. كمان سؤال ثاني. شيخي ابني من كم يوم احترق وبدي طالع فدو عنه يعني،
هلا انا ما معي مصاري غير شويه مصاري جايني زكاه، هن جايني زكاه، فيني طالع منهم مقبول؟ ايه فيكي طالعي مقبول لانه ملكتيهم صاروا ملكك، والله يعافي لك يا، وان شاء الله الله بزيل عنه الم الحرق ويشفيه ويعافيه. ايها الساده المشاهدون والمشاهدات، نذهب الى فاصل ثم نعود اليكم، فابقوا معنا. يا الله ربي لم أشرك به أحدا، الله ربي لم أشرك به أحدا، تبارك الله حسبي دائما أبدا. أدعوك يا رب، أدعوك يا عالم الأسرار يا أملي، الذنب أثقلني والعمر ضاع سدى. أدعوك يا رب، يا عالم الأسرار يا أملي، الذنب أثقلني والعمر ضاع سدى. طيب فؤادي، طيب فؤادي، وامنحني بمكرمة، واجعل قيادي بعفو منك منعقدا. يا رب، طيب فؤادي، وامنحني بمكرمة. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي من بعد إذنك بس عندي سؤالين من بعد أمرك. تفضل. شيخي بس أول شيء، أنا كنت نادر يعني مو نادر، هو يمين يمكن أنا نسيانه، أنه بس اتصرح بدي أذبح خروف. نعم. وبعد فترة الحمد لله رب العالمين، قلت إذا الله طعمني خلفي، يعني أنا ضليت في سنتين ونص ما انجبت يعني. نعم. إنه إذا الله طعمني بدي أذبح خروف، فتشرحت وحملت مرتي بنفس اليوم. حلو. بيجوز إنه أذبح خروف واحد؟ لا والله بدك يعني تذبح اثنين. يعني ماني مقتدر والله. بدك تذبح اثنين، هلا مالك قادر إلا واحد. بتذبح خروف واحد وتنتظر حتى يعني يكرمك الله بالمال، بتذبح الثاني بإذن الله، والحمد لله على. طيب شيخي الحمل الله. تفضل. طيب شيخي الله يوفقك، بصير أطالع الفترة لزوجة أبوي يعني مرت أبوي؟ لا، مرت أبوك ما بتعطيها، هذه واجب عليك أن تنفق عليها. زوجة الأب يجب على ابن الزوج أن ينفق عليها، أي مثل أمك تمام. نعم. ناخذ اتصال. الو. 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 الو، اهلا وسهلا. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بدي اسألك ثلاث اسئلة. ايه تفضلي. شيخنا أول شيء، أخي ندر ندر وكان بحالة غضب، عمره 15 سنة، ندر ندر أنه ثلاث مرات قال ندرا علي أني ما عاد أحكي مع أخي. نعم. وعمره 15 سنة وحكى مع أخوه، وبعد دقيقتين حكى معه، حكى مع أخوه. يعني كفارة يمين عند الشافعي، إطعام 10 مساكين. إطعام. السؤال الثاني. إطعام 10 مساكين.
شيخنا أنا بالوتر بقرأ بس الفاتحة، هي عادي؟ بالوتر بس الفاتحة جائز، ما في إشكال، جائز، لكن ما حققت السنة طبعا. السنة أن تقرأي سورة معها. آه بالسجود، بالسجود شو بندعي؟ سبحان ربي الأعلى، والأدعية اللي بتريديها، يعني شو بتحبي تدعي بتدعي. ناخد تدعية القرآن شيخنا. نعم أدعية القرآن تفضلي. شو السؤال؟ أدعية القرآن ما بها؟ أنه شيخنا أنا ما بنكون عم نقرأ قرآن، بتطلع لنا هاي السجدة، أنه هاي إلى أدعية أنه غير؟ على السجدة فورا بنسجد، ما كنا قادرين فرضا راكبين سيارة، راكبين القطار، راكبين طيارة، ما عنا مجال نسجد. عند الشافعية سبحان الله والحمد لله والله أكبر 3 مرات. عند الحنفية هي السجدة واجبة، بس تصلي على الأرض أو تتمكني بدك تسجديها. أخذ اتصال. ألو ألو ألو، أهلا وسهلا. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا أهلا وسهلا. دكتور بدي أسألك، أنا خالتي زوجها استشهد من سنة، كان عندها سيارة باعتها وعم تشتغل بحقها، عطيتهم لجماعة يشتغلوا لها فيها، كل شهر بيجيها مبلغ بسيط منه، عندها 4 أولاد أيتام. هل شهر إجاها مبلغ يعني شي 50,000 تقريبا، قالوا لها تدفعي منهم زكاة مال، بحق إلا تدفع أنه هي أرملة وعندها 4 أولاد، هي دفعت. هلأ هي السيارة اللي باعتها إلها ولولادها صح؟ هي إيه كانت لزوجها بعد ما توفى استشهد باعتها. تمام، يعني هي السيارة صارت تركة إلها وللولاد، هي بتملك من السيارة التمن، والولاد إذا في ذكور بأولادها؟ إيه هلأ الباقي أكيد لأولادها لأنه هي لأبوهم كانت. لا سؤال، بأولادها كلهم ذكور ولا إناث ولا ذكور وإناث؟ لا عندها صبي واحد، عندها صبي واحد صغير صف سادس، والبنات 3 بنات. تمام، إذا باقي المال لهدول، فإذا قسمناهن، إذا قسمنا حق السيارة، ابنا منا التمن للزوجة، ابنا حصص البنات والصبي، إذا حصت كل واحد منهم بتطلع نصاب بيدفعوا. أما لا يعني لو قسمنا حق هالسيارة على هدول، كل واحد حصته أقل من نصاب، مثلا فرض بيطلع له 1,000,000 1.5 مليون، لا هيك ما بيطلع زكاة على المال أبدا. هي وقتها طلع حق تقريبا 1,500,000 السيارة السنة الماضية، ما بيطلع عليهم زكاة لأنه هني بالأساس تركة. بيطلع عليها تدفع فطرة؟ فطرة ما بيطلع عليها كمان، تدفع فطرة عند الحنفي، وعند الشافعي بتدفع فطرة. ناخذ اتصال. ألو الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا الله يعافيك. أهلا وسهلا الله يعافيك شيخي. الله يجبرك بسألك سؤال. هلأ أنا جدي الله يرحمه تعيش له أبر، وما جدي ونزل عليه ضيف ابن أخته. طيب وبعدين نزل عليه ابنه، وبعدين نزل ابنه، وهلا ماتت عمتي ونزلناها على القبر، بجوز هذا الشيء؟ يعني قصدك مره تنزل على رجال بالقبر، مو هيك يعني السؤال؟ ايه بس ايه هذا القبر نزل عليه ضيف بس. والله جاي. فهمت عليك. حنقول هلا رجال غريب ميت بقبر وفني، وفتحنا القبر ونزلنا مره غريبه، بصير جائز، بصير ما بيأثر يعني. ما بيأثر، الله يرحمنا ويحسن ختامنا. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، مع هذا الاتصال الأخير أترككم بعون الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.